السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في اللون يا جماعة الخير يا الأحباب، كيف الأحوال؟ ها أنا أيضا دائما نكرر هذا الكلام، يعني أعود إليكم بفيديو جديد. والله هذا الفيديو راح يحمل العنوان الصراع على العرش في المغرب الشقيق، من سيخلف ولي العهد؟ هذا الأمير لقيط الحسن ومحمد السادس وهو على فراش المرض وهو مريض بأمراض مزمنة، والمخزن يخاف على فقدان المملكة أو تحويلها في أحضان الثورة الشعبية التي تقع اليوم في المغرب، ثورة فبراير كما قالها واحد، يعني رايحين تسمعوا شكون هو اللي يحمل عنوان هذا الفيديو. يعني هل سيتمكن المولاي هشام العلوي ولد عبد الله، يعني هل يتمكن من السيطرة على العرش ويسترجع ولي عهده مولاي عبد الله اللي هو أخ الحسن الثاني، ولي محمد السادس هو يعتبر هذا هشام ولد عمه اللي عزلوه بعد وفاة الحسن الثاني. رايحين نخليكم تشوفوا هذا الفيديو ومن بعد نعلقوا. مع الأمير مولاي هشام بن عبد الله العلوي، أهلا وسهلا. هو من الأسرة الملكية في المغرب، جده الملك محمد الخامس، عمه الملك حسن الثاني، جده لجهة والدته رياض الصلح السياسي اللبناني وأول رئيس وزراء بعد استقلال لبنان. عمل في عام 2000 و2001 في الأمم المتحدة، كسر الصورة النمطية لأبناء الأسرة الملكية في العالم العربي فلقب بالأمير الأحمر، يطالب بالملكية الدستورية ويعتبرها الحل الوحيد للطرفين إن كان للعائلة المالكة أو الشعب. مقيم في الولايات المتحدة من العام 2002، كان ولا يزال رغم الخلاف مع ابن عمه الملك محمد السادس يزور المغرب من حين إلى آخر. عام 2014 أصدر مذكراته في كتاب يحمل عنوان سيرة أمير مبعث، أزاح فيه أستارة عن أسرار من داخل البيت الملكي وعن المملكة المغربية. الكتاب أعتقد أنه مثير للجدل، ومعه سنتحدث عن أمور كثيرة. طبعا شاهد داخل العائلة المالكة وعلاقاتها، شاهد على الانقلابات منذ الصخيرات وانقلاب أفقير، أحداث 81، كوسوفو، فلسطين، حركة فبراير أو الربيع المغربي، وربما أيضا العلاقة مع العائلة المالكة السعودية، فهو ابن خالد الأمير وليد بن طلال. هو أيضا الرجل الوحيد من أسرة ملكية أو حاكمة، أو الحاكم الوحيد أيضا الذي تكلم وكتب مقالات وأعطى مقابلات عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. أهلا وسهلا. شكرا سيدتي، شكرا على استضافتي على البي بي سي وشكرا لك. أهلا وسهلا. أنا وضعت بعض المشاهد لنقل الخطوط العريضة، ومولاي هشام أنت ستعطي المشاهد والقصص. من هذه القصص سنعرف ليس فقط رأيك في الأمور ولكن ماذا حصل حقيقة. أولا، هل تحب لقب الأمير الأحمر؟ لا، لا أحب هذا اللقب نهائيا لأنه لا يتناسب بالحقيقة، وأكثر من ذلك أفضل أننا نضع اللقب على جنب وأفضل أن تستعملين الاسم هشام العلوي. يعني الأمير المبعد أفضل من الأمير الأحمر؟ لا، أبعد المواطن هشام العلوي أحسن من كل. طيب متى زرت المغرب آخر مرة؟ والله أزور المغرب تكرارا لأزور العائلة وأزور أصدقاء والدي وأصدقائي، آخر مرة كانت في عيد الأضحى. يعني من دون أي مشاكل حقيقية؟ لا والله لا. الحمد لله المغرب عنده مشاكل كثيرة، وقد الأجواء في بعض الأحيان تكون صعبة للمناضلين ولمن يتحدث بالحرية، لكن لم نصل بعد إلى مستوى بعض البلدان الأخرى. أنا أريد مشاهد من كتاب سيرة أمير مبعد، هو يعني يعطي تفاصيل ويعطي فكرة يعني ما
بالنسبة للناس اللي هي مش مغاربة يعني يكتشفون علاقات الأسرة المالكة، ولكن تتحدث أيضا عن والدك اللي كثير من العالم العربي لا يعرفه، مولاي عبد الله. يعني من هو؟ ما هي القصة التي تظهر لنا شخصية المولاي عبد الله وعلاقته الصعبة بينه وبين شقيقه الملك حسن الثاني؟ شوف، ليست هناك قصة معينة، لكني اسمحي لي أن أقدم لك صورة عن الأمير مولاي عبد الله. الأمير مولاي عبد الله عاش معظم الأحداث اللي عرفها المغرب وطبع تاريخ المغرب إلى جانب والده محمد الخامس وإلى جانب أخيه الملك الحسن الثاني. هو كان في قلب الحدث ولكن في نفس الوقت على هامش الحدث. على هامش الحدث لأنه لم يشارك في صنع القرار. ولكن والسبب يعود أولا ويعود أولا وأخيرا إلى عاملين. العامل الأول وهو الثقافة السائدة في العائلة الملكية وفي الملكية المغربية، وهي التي تعطي الصدارة للملك وتهمش بقية أفراد الأسرة مهما كان. هذه هي الثقافة. هذه ثقافة الملكية، لكل ملكية ثقافة. طبعا ملكية إنجلترا لها ثقافة والمغرب ثقافة. ثم العامل الثاني وقد يكون أهم هو الشخصية القوية للملك الحسن الثاني. فالملك الحسن الثاني كان قد يكون تعبير قوي ولكن في الواقع وحقيقي يسحق كل شيء. ولكن بالرغم من ذلك تمكن الوالد وبمساعدة وسبب وجود والدتي إلى جانبه من بناء كيان وبناء استقلالية، ومكنت هذه الاستقلالية من أن يكون همزة وصل بينه وبين عدة مغاربة، بينه وبين شخصيات عربية، وبالفعل لعب دور مهم بالرغم من أنه لم يستطيع في العمق أن يفرض نفسه. بين من ومن؟ يعني بتقول علاقته بين المغرب بين الجزائر وبين بن بلة والحسن الثاني، بين عبد العزيز بوتفليقة لما كان وزير خارجية، الرجل الثاني لبومدين والحسن الثاني، وكانت علاقة صعبة جدا بين الملك الحسن الثاني وبومدين، بين الملك فيصل وبين الملك خالد والأمير والملك حسن الثاني، بين الشيخ زايد والملك الحسن الثاني، بين العائلة القطرية والملك الحسن الثاني، حتى مع أنور السادات، حتى كان أنه القناة المفضل بينه وبين جورج بوش الأب، بينه وبين والدي، وكان أيضا صديق لجون اف كينيدي، مع رونالد ريغان أيضا كانت له علاقات، ومع جمال عبد الناصر أيضا كان يحمل الرسائل. فبالرغم من كل شيء تمكن أن يكون استطاع أن يكون له هذا الدور، وعرف الحسن الثاني قيمته في هذا الدور. عرف قيمته أم كان يعني يحاول أن يسحقه يعني؟ شوف بعض الأحداث اللي شوف كانت علاقة قوية جدا جدا، كانت قصة حب بينهم، لكن ذلك الحب الذي يهدم ولا يبني، ومرة أخرى تعود ليس فقط لشخصية الحسن الثاني وإنما الثقافة الموجودة السائدة. طبعا ثقافة موجودة في مدة 400 سنة وتنتقل من جيل إلى آخر. طبعا هذا كان الجانب العام، الجانب الشخصي الرجل ما له وما عليه. ما عليه هي تلك السلبيات التي تأتي مع شخص مهم ويعيش في قفص من ذهب، وتحدثت عنها نعم. في الكتاب تحدثت عنها باحترام، ولكن تحدثت لأنه ولكن بانتقاد أيضا، أنه تحدثت بالكتاب عن المهرجين الذين كانوا يأتون، كان عن السهرات. شوف شوف عن إذا الإنسان يكتب سيرة فهو ميثاق صراحة بينه وبين القارئ، نعم. وإلا ندخل في كتاب بروباغندا، وفي نفس الوقت لا أشاطرك في رأيك بأن هذا انتقاد، لا، بأن كتاب يتحدث عن الأسرار، لا، تحدث عن أشياء حساسة وأشياء يعني عميقة، ولكن لم نكشف على، ولكنها غريبة أيضا يعني. طبعا غريبة، واحد عنده بعد مع هذه القصص غريبة كأنها ألف ليلة وليلة. طبعا ألف ليلة وليلة، لأن الملكيات تعيش
في آخر المطاف وراء جدران، وجدران طويلة، جدران طويلة من ال من ال من مكونة من الناس، مكونة أيضا من التاريخ، ومكونة أيضا من التقاليد. فعودة إلى 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 شخصيته، فإيجابياته كانت أيضا معروفة، وأصدقائه يشهدون له بهذا، أنه إنسان آدمي، إنسان إنساني، إنسان عاطفي، لم يتوقف عن التدخل لدى الملك الحسن الثاني لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، منهم عائلة فقير إلى آخره. فهذه الصورة يعني اللي هي أنت علاقتك معه كيف كان؟ مع والدي كانت صعبة، يعني كأنه كان عندك علاقة في فترة من الفترات أكثر مع عمك الملك حسن الثاني. شوف كمان أيضا هذا الواقع يأتي من الثقافة. نعم. مثلا محمد السادس كان له علاقته قوية جدا بعمه، كانت تكاد يعني بوالدك. أيوة تكون، نعم. تكون أقوى من علاقته مع أبي، مع أبي التي كانت صعبة، مع أبي. وكانت لي علاقة مع جلالة الملك الحسن الثاني قوية جدا. فيعني هذه أشياء موجودة في تاريخ مزيد من موجود بتاريخ. من جعلك ثائر؟ والدتك؟ لا. يعني حفيد رياض الصلح هو الثائر أم من؟ يعني ماذا؟ محمد الخامس كان ثائر، الحسن الثاني في وقت ما كان ثائر، محمد السادس نستطيع أن نقول هو أيضا ثائر على طريقة ثائرة على بعض الصور النمطية للمالك. يعني لدى كل شخص قناعات، ولدى كل شيء شخص تصور بالنسبة للمستقبل. ثم أظن الشيء الذي جعل هذه الأفكار الأساسية تتطور، وطبعا العيش في الولايات المتحدة والتعليم في جامعات مهمة، وأيضا الانتقال إلى مهمات دولية وإلى آخره. بس أظن المهم هنا ينبغي التركيز على الإصلاح. يعني شفتوا يعني حقه مليح في محتوى هذا الفيديو هذا، باش تعرفوا باللي العرش المغربي يبقى دائما عرش لقيط. يعني كي تشوفوا المقدمة هذه نتاع قناة بي بي سي اللي جرات الحوار مع هذا هشام يعني العلوي، مولاي هشام العلوي، يعني تكلمت على السعودية من جهة مو يعني أصوله، وتكلمت على لبنان هذا رياض الصلح. يعني هل فهمتوا اللي دروك يعني في الفيديوهات السابقة كي قلت باللي هذا حكم لقيط، يعني مبني على اللقطاء، يعني ما عنده أصل، وهذا ولي العهد هذا اللي طردوه من القصر وقام يعني مؤخرا بمحاولة اغتيال. يعني قصة طويلة ربما راح نتكلموا عليها في المستقبل. وقبل هذا محاولة اغتيال ولي العهد هذا الحسن من طرف الحارس الشخصي اللي قتلوه، واللي قتلوا كذلك هذا اللي يشرف على الأمانة العامة والسكرتارية المركزية داخل القصر، اللي وجدوه مقتول في إسبانيا. إذن هذا الصراع على ملك اللي هو هذه الدولة المغربية اللي مسيطرين عليها هذا اللقطاء، وهذا ولي العهد هشام العلوي اللي هو يحمل اليوم كما قالت الصحفية هذه، هو راه يعيش في أمريكا وعنده جنسية أمريكية وزوجة نتاعه أمريكية ولاده جنسية أمريكية، ويطمح إلى الاستيلاء على العرش واستعادة يعني ولايته التي ضاعت منه بعد وفاة الحسن الثاني. هل هو مدفوع من الأمريكان؟ هل هو مدفوع من اللبنانيين؟ هل هو مدفوع من السعوديين؟ وهذا الثروة اللي نشاهدها اليوم اللي بدأت يعني على بركة الله، يعني هنا السؤال مطروح للمغاربة،
متى يبقى المغرب رهينة وطاج، يعني بلاد كما هذه اللي فيها 40 مليون ساكن راهم أوطاج بين أيدي عائلة لقيطة تريد أن تحكم الوطن مرة أخرى، كما قلت في بداية الفيديو يعني مرض محمد السادس، ونظرا يعني نظرا لصغر سن ولي العهد. لهذا كل سهام راهي محضرة، يعني بعض الجماعات الخفية اللي راهي تنشط اليوم، يعني ما نحبوش نقولوا كلام واحد آخر، كل وحدة راهي تجبد من جهتها باش تستولي على القصر. وحنا طالبنا يعني أخف الضررين هو إسقاط نظام المملكة هذا وتعويضه بجمهورية مغربية حتى نقضي نهائيا على مشكلة التوريث ومشكلة المماليك. يعني تمنينا لو حتى هذه السياسة تنتقل إلى المشرق العربي لإسقاط هذه المماليك اللي موجودين من السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر، لأن هذه المماليك شكون خلقهم؟ هما القوى الاستعمارية، منها بريطانيا هي اللي في مرحلة سايس بيكو واحد اللي أنشئت هذه الإمارات، يعني وخلقوا لنا هذه الإمارات والأميرات هادو والإمارة في المغرب. يعني هادو الجماعة نتاع القنادر ما يحبوش باش الإمارة في المغرب تسقط، يعني هاد الشعار ما يحبوش. رانا نشوفوا في القنوات نتاعهم ماشي يعقبوا الشيء اللي راه واقع في المغرب اليوم، لأن يخافوا من انتقال العدوى اللي عندهم. لهذا هما راهم يعني مصممين مأيدين هذا الحكم اللقيط في المغرب في المخزن باش ما يسقطش، وحنا نقولوا لازم يسقط. يعني القوى الحية في المغرب أو في الجزائر أو في شمال إفريقيا لازم تكون مجندة وتتكلم لغة واحدة باش نسقطوا هذا النظام ونبعدوا على رواحنا هذه الكوارث اللي راهي تستنى فينا، وخاصة مع قدوم يعني الإسرائيليين، يعني الصهاينة على حدودنا وحابين يخلقونا إسرائيل زوج، يعني إسرائيل بيس. وكم تعرفوا أنتم هذه إسرائيل لما يعني تضع أوزارها على حدودنا أو في هذه المنطقة بالذات، واش الخدمة نتاعها؟ هي الاستيطان، رايحين يجيبوا يهود مغاربة ويديروهم على الشريط الحدودي بيننا وبين المغرب، وبدعوى الاستثمار بدعوى الفلاحة يعني على طول الشريط، يعني ويبداو يبنوا لهم في السكنات بترخيص من المخزن المغربي حتى يكونوا واجهة إسرائيلية مغربية ضد حدودنا. ربما قد يتوسعوا في الأراضي ويتوغلوا، يعني هذا هو المشروع الخبيث اللي يحضر له المخزن المغربي، هو يدفع بهذا اليهود المغاربة اللي راهم جايين بقوة اليوم راهم جايين بقوة باش يتمكنوا من الاقتصاد المغربي، وراهم متمكنين من الاقتصاد المغربي باش يخلقونا هذه الجبهة الوهمية لإشغالنا عن المسائل الأساسية التي نريد أن نحققها يعني في الوطن، يعني في الوطن الجزائري أو في الوطن المغربي أو في كل شمال إفريقيا. يعني هذا شيء خطير، وهذا ولي العهد اللي أو مدفوع، يعني هو مدفوع، يعني يقام بمحاولة يعني محاولة انقلاب على القصر، وهو يحضر نفسه وهو مدفوع، يعني وهم ينتظرون كيف تتطور الأمور في المغرب عبر هذه الثورة الشعبية السلمية. راهم يشوفوا يعني كيفاش يحضروا هذا ولي العهد ولد عبد الله هذا باش يخلف في حالة ما سقط محمد السادس، يعني يعوضوه بهذا مولاي هشام العلوي اللي هو موجود كما قلت في أمريكا، هذا الأمريكي الجنسية. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.